السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم طلبة طالبات الصف الثالث الاعدادي. النهاردة ان شاء الله معادنا مع تيست 2 الاختبار الثاني من كتاب المراجعة النهائية كتاب بيت باي بيت. اول سؤال عندنا سؤال الضيف، ندى اند منا ار جوينج تو ذا سبورت سنتر. ندى ومنا رايحين للمركز الرياضي. ندى بتقول لها وير ار يو جوينج منا، الى اين انت ذاهبه يا منا؟ منا هترد عليها تقول لها انا رايحه للسبورت سنتر المركز الرياضي. يبقى هتقول لها اي ام جوينج تو ذا سبورت سنتر. ندى سألتها سؤال، ردت عليها منا وقالت لها It's next to the aquarium، هو جنب حديقة الأسماك. يبقى هقول لها Where is it؟ أين هو؟ ممكن طبعا ما نقولش Where is it ونقول Where is the sport center؟ فهي قالت لها It's next to the aquarium، هو بجوار حديقة الأسماك. ندى سألتها سؤال What sport do you play there؟ الرياضة اللي أنت بتلعبيها هناك؟ طبعا هي قالت لها no it's not hard to do karate، يبقى معنى كده انها بتلعب كاراتيه، فهتقول لها I do karate. بعد كده ندى سألتها سؤال قالت لها no it's not hard، يبقى معنى كده ان ندى قالت لها هل هو صعب ان انت تلعبي كاراتيه؟ فقالت لها لا هو مش صعب، يبقى is it hard to do karate؟ قالت لها no it's not hard to do karate. How often do you go there؟ كم عدد المرات اللي بتروحيها هناك؟ يبقى هترد عليها تقول لها اي وقت، مثلا ممكن تقول لها twice a week، يعني مرتين في الاسبوع. يبقى هتقول لها ان انا بروح هناك مرتين في الايه؟ في الاسبوع. بعد كده عندي السؤال الثاني، read and complete the text with words from the following list. Once there was a bad man. ذات مرة كان هناك رجل سيء. He liked everything to be his own. كان بيحب كل حاجة تبقى بتاعته. He could not not. يبقى he could not share his things with anyone. ما بيشاركش حاجته مع حد. Not even his friends or the يعني لا أصدقائه ولا حتى الايه؟ البور اللي هي الناس الفقيرة. One day the man lost 30 gold coins. الرجل ده فقد 30 قطعة ذهبية. He went to his friend's house and told him how he lost his gold coins. راح لمنزل صديقه وأخبره إزاي هو فقد الإيه العملات الذهبية. His friend was A أو N not man. صديقه طبعا كان رجل أمين honest man. Fortunately, he told the bad man that he found his coins. لحسن الحظ هو أخبر الرجل إنه لقى الكوينز بتاعته while he was walking home، وهو كان بيسير للبيت. بعد كده القطعة عندي comprehension. My name is عماد. اسمي عماد. First days are very exciting for me. أعياد الميلاد بتبقى مثيرة لي. My parents give me presents. والدي بيعطوني هدايا. Last year I got a bicycle and it is my favorite gift. في العام الماضي حصلت على دراجة ودي كانت هديتي المفضلة. They also have a party on every birthday. دايما بيبقى عندنا حفلة في كل عيد ميلاد. All my friends and other relatives come together to celebrate. كل أصدقائي وأقاربي بيجوا عشان نحتفل مع. At school I am allowed to wear a colored t-shirt for my birthday. في المدرسة مسموح لي ان البس تيشيرت ملون في عيد ميلاد. I always wear the prettiest of my clothes and take a lot of chocolate with me to school. انا دايما بارتدي افضل ما لدي من الملابس وباخد شوكولاتة معايا للمدرسة. My class sing happy birthday to me. الفصل بتاعي بيغني لي عيد ميلاد سعيد. Then the teacher allows me to hand out chocolate.
والمدرس بيسمح لي ان ادي زمايلي الشوكولاته. In the evening everyone comes to my house. في المساء كل الناس او الجميع بياتوا الى منزلي. I cut the cake. بقطع الايه؟ الكيكه. And my mother cooks dinner. وامي بتطهي لينا العشاء. I play with my friends and get a lot of presents too. بلعب مع اصدقائي وبحصل على هدايا كثير ايضا. My grandparents also come and visit us. اجدادي ايضا بياتوا بيزورونا. I enjoy my birthdays and always wait for the next one. انا بستمتع باعياد ميلادي ودايما ببقى متحمس او منتظر the next one، العيد الميلاد القادم. The passage is mainly about القطعة تتحدث عن birthdays، اعياد الميلاد. Last year عماد got a not as a present. حصل عماد على ايه كهدية؟ يبقى حصل على البايسيكل. عماد's mother cooks not for his birthday. ام عماد بتطهي ايه؟ الدينر، العشاء لعيد ميلاده. What does عماد have every birthday؟ على ما يحصل عماد كل عيد ميلاد؟ يبقى عماد بيحصل على هدايا وبيعمل حفلة. يبقى he has presents. يبقى بيحصل على ايه؟ على هدايا. And a party. وبيعمل حفلة. What song does the friend sing on عماد's birthday؟ ايه الاغنية اللي بيغنيها اصدقاء عماد ليه في يوم عيد ميلاده؟ يبقى بيغنوا له ايه؟ Happy birthday. يبقى زي sing happy birthday for him. يبقى هما بيغنوا عيد ميلاد سعيد ليه. What is عماد allowed to wear at school for his birthday؟ ايه اللي مسموح لعماد يرتديه في المدرسة يوم عيد ميلاده؟ يبقى هنقول له ايه؟ A colored t-shirt. يبقى مسموح له يلبس t-shirt ملون. بعد كده عندي الفوكابلري والانستراكشنز. أول سؤال بيقول لي ايه؟ أن is a place where people can go. مكان الناس بتروحه to see paintings عشان تشوف الدهانات أو الرسومات، photographs والصور إلى آخره. يبقى ده الاكسبيشن اللي هو المعرض. She is worried about her husband's health. هي كانت قلقة على صحة زوجها. Worried، كلمة قلق هنا has the same meaning as، فيها نفس معنى كلمة anxious برضو معناها قلق. The boss office is not so far from here. مكتب البريد ليس بعيد من هنا. كلمة far is the opposite of، هي عكس كلمة near يعني قريب. I'll do the exercise again. أنا هعمل exercise مرة أخرى. This means that I'll not it. ده معناه إن أنا هعمل عملية redo يعني إعادة فعل مرة أخرى. We add the suffix not to form the adjective of the word music. بنضيف اللاحقة إيه عشان نكون صفة من كلمة music؟ يبقى بنضيف لها اللاحقة إيه؟ اللي يبقى musical يعني موسيقي. Something strange happened to me yesterday. حاجة غريبة حدثت لي بالأمس. This means that I had a strange not yesterday. إن أنا كان عندي strange experience يعني كان عندي خبرة حياتية أو مريت بتجربة بالأمس. بعد كده عندي complete the sentence with the correct form. Both the boy not the girl were happy. يبقى كل من الولد والبنت كانوا سعداء وبوث بيجي معاها and. يبقى both the boy and the girl were happy. While Dahlia not her mom called here. طبعا while ماضي مستمر يبقى عندي فاعل was aware والفعل في ing يبقى was reading. What time not the math test start؟ يبقى ايه الوقت اللي هيبدأ فيه درس الرياضيات؟ يبقى what time does عشان ده مضارع بسيط.
Laptops are not expensive than tablets. يبقى عندي هنا اللابتوبز الكمبيوترات المحمولة أكثر غلاء من الايه التابلت. يبقى هنقول له هنا more expensive than. The government not a new school, everything is arranged. Arranged بتدل على المضارع المستمر. Am, is, are والفعل في ing. طبعا الحكومة مفرد يبقى is building.